اتهم رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض عزام الأحمد إسرائيل بالمسؤولية عن انهيار هدنة في قطاع غزة، وقال إن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمر وفده المفاوض بمغادرة القاهرة لوجود ما وصفه بنية مبيتة في إنهاء الهدنة والعودة إلى دائرة العنف. رغم أن التهدئة انهارت قبل عدة ساعات، سبق ذلك مغادرة الوفد الإسرائيلي حوالي الساعة 4 عصرا، مما يدل على أن هناك قرار من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أعلن أنه أصدر تعليماته للوفد المفاوض الإسرائيلي أن يغادر القاهرة، وأعلنت إسرائيل انهيار المفاوضات، وكنا ما زلنا نتشاور